اول حاجه ان شاء الله يا حمل في تطور مادي، الدنيا هتريح كده بقى ان شاء الله، والحاله الماديه هتظبط شويه، وهنبتدي بقى عندنا شويه امان من الحاله الماديه. كويس، في عجله حظ كمان باذن الله، الحظ هيدور. اما انت هتبتدي بيزنس، اللي بيبتدي بيزنس دلوقتي يا جماعه now is the time، الوقت كويس جدا جدا، عايز يعمل اي مشروع كبير او صغير يعني ايا كان، في عجله حظ عندك والدنيا العجله دايره دايره ان شاء الله، في تيسير في الامور، الدنيا باذن الله فيها تسهيل، فيها تسهيل متيسره. عندنا Queen of Wands في قياده بقى شويه دلوقتي يا حمل، قائد في مجالك، في المكان اللي انت فيه، يعني لو انت بتشتغل في شغل قدمت مثلا، فبقالك لا بقى ليك بوزيشن كده، فان الناس انت بقوا تابعين ليك، مش شرط على فكره تكون وصلت لمرحله ان انت مدير او حد انت فوق حد، بس بخبرتك واقدميتك بقيت قائد في مجالك. انا بشوف الكارت ده كمان بيديني بقى رساله ثانيه خالص غير الموجوده في الكتاب ده يا حمل، انت عندك العقل وعندك المشاعر الاثنين مع بعض ماشيين مع بعض الشهر ده، والقطه الحلوه اللي قاعده قدامك دي شخص منك، شخص منك، شخص قريب منك جدا، بيحميك، واقف قدامك حارس، يصد عنك ويمنع عنك اي اذى، انت عندك حمايه، واضح ان عندك حمايه من شخص انت عزيز عليه جدا. في كمان كارت مش لطيف، الناس اللي مش شاكين ان ممكن يكون في علاقه ثلاثيه في حياتهم سواء هم او شريكهم، دي طاقه علاقه ثلاثيه، بليز كانكم ما سمعتوش حاجه، الكارت ده بيبقى معناه الاحتفال. كويس، احتفال بشيء معين، بس انا برضو مايله ان هو مش احتفال، دي في حد فيه عنده علاقه ثالثه، هفسر لكم الموضوع اكتر، مش شرط تكون العلاقه قامت بالفعل، ممكن يكون مجرد تفكير في شخص تاني، حمل فكر في شخص تاني غير اللي معاه، وممكن يكون برضو الحمل اكتشف ان شريكه هو اللي بيفكر في حد تاني، او ممكن يكون في علاقه مع حد تاني. الصوت طيب ترتب عليه هنا بعد، انا شايفه هنا فراق بعد مرحله من المعافره والخناق والدفاع عن النفس او المنافسه، في حاله منافسه شديده، في حاله توتر بالنسبه للموضوع ده، بس انا عايزه اطمنكم ان الموضوع هيهدى، يعني الميه اللي بتتحرك كتير في اكشن كده كان حاصل، الميه اللي بتتحرك كتير كتير قوي دي هتبتدي تهدى. الصوت طيب اعمل ايه طيب للصوت ده يا جماعه عشان الصوت يبقى كويس؟ انا لازم اشتري مايك. طيب قولوا لي كده لو الصوت بالنسبه لكم كويس، انا قربته. بنبتدي نبعد عن الميه اللي بتتحرك بسرعه دي ورايحين لميه هاديه، يعني انت ان شاء الله عديت بمرحله او هتعدي بمرحله فيها شويه نزاعات وشويه ميرسي يا لولي، فيها شويه اكشن ويعني فيها شويه احداث متتاليه بسرعه جدا، ورايح لمكان اهدى ان شاء الله. في ناس بتقول الصوت وحش وفي ناس بتقول الصوت حلو، انا بقول والله صح وانا بحب ده. ميرسي يا فاطمه. طب طالما بتقول الصوت كويس، اللي عنده مشكله في الصوت يا جماعه يخرج ويدخل تاني. طيب شايفه حاله انعزال او حاله انسحاب من الحمل، قرر ان هو ينسحب بناء على حاله التوتر اللي هو فيها دي، قرر ان هو ينسحب ويفكر لوحده بهدوء. مش عارفه ليه الدنيا ابتدت تقلب معاه دلوقتي لحاجه تانيه خالص، شكلك كده يا حمل تسرعت واطلقت حكم مش صح. ليه؟ شايفه شريك بيحب، شخص بيحب، بيقدم لك شيء، بيحبك بجد،
دي مشاعر حقيقية، المشاعر دي مشاعر حقيقية. ركز كده يا حمل، يمكن تكون اتسرعت وما كانش في علاقة ثلاثية أو حاجة، يمكن يكون دي مجرد أوهام في دماغك. هنشوف دلوقتي هيأكدها لي الحالة العاطفية، هنشوف. بس خلينا نتكلم في المجمل. الحالة الصحية للحمل إن شاء الله كويسة، باين عليها كويسة جدا، في تطور مادي زي ما قلنا، في عجلة حظ بتدور، في تيسير في الأمور، الدنيا إن شاء الله هتبقى أكتر مرونة، شايفة قيادة وشايفة عقل وقلب ماشيين مع بعض على خط سواء، وشايفة هنا كمان حد بيحميك واقف قدامك حارس، شايفة طاقة علاقة ثلاثية يعني نتج عنها حالة صراع وخناقة كبيرة جدا، شايفة حالة انسحاب وتفكير بتمعن، بتفكر لوحدك، عايز تفكر لوحدك، عايز تنعزل عن العالم يعني عن اللي حواليك، مش عايز تكون مع حد. هيتأكد لي القراية اللي أنا شفتها دي إذا كانت صح ولا لأ، وأنت فعلا أسأت الحكم أو ظلمت شريكك ولا لأ، هيبان. بس أنا شايفة إن الشريك بيحبك، الحمل دلوقتي اللي مع شريكه، شريكه بيحبه. Page of Cups. بالنسبة للناس السنجل، الناس السنجل دي مشاعر جديدة، اوكي، مشاعر جديدة، مشاعر يعني اللي هي في اولها اللي هي بتبقى مرهفة دي. الناس اللي ما عندهمش ارتباط من الحمل الشهر ده بإذن الله في مشاعر جديدة. شايفة فراق، بس ده مش طبعا ما اعتقدش ان حد، مش بالسرعة دي ان يحصل الفراق ده. في فراق، في بعد، بس البعد ده لمصلحتك يا حمل. بس الدنيا شكلها هتهدى، في مية هادية بإذن الله هتعدي بيها. دي القراءة اللي أنا شايفاها. أنا مش قادرة استنى وعايزة أشوف القراءة العاطفية أخبارها إيه عشان أعرف اللي أنا شوفته ده مظبوط ولا لأ. تمام، اللي هيسألني في سفر ولا لأ الحمل، أنا مشوفتش كارت سفر الشهر ده. الحالة الصحية كويسة والحالة المادية إن شاء الله في تطور. إن شاء الله. عشان إيه يا نهد بعد الشر عليكي يا حبيبتي؟ الصوت لو سمحتي ماله يا بابينا، الصوت كويس على فكرة يا جماعة. هنصوت للأبراج دي يا جماعة، بعد لما نخلص اللايف النهاردة هنبتدي تصويت الشهر الجديد والأبراج الجديدة. أوكي، مفيش صوت. طب يا جماعة اللي عنده مشكلة في الصوت ممكن يجرب يدخل، يخرج من اللايف ويدخل تاني. تمام، اوكي. الصوت حلو وواضح، اللي بيشتكي من الصوت اكيد من عنده مشكله. ميرسي يا ياسمين، ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو. اهي اهي منكم اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما شاء الله الدنيا حلوة جدا جدا جدا. طيب واضح يا حمل، الناس اللي قالوا لي صح جدا، اللي شاكين في علاقة ثلاثية او ان شريكهم بيخونهم، انت تسرعت يا حمل، الموضوع مش كده. ولو كان حصل بالفعل فهي ما هياش علاقة بالمفهوم اللي اعتبرها هفوة، غلطة يعني، انت اللي في القلب، فاهمين قصدي؟ ممكن تكون غلطة حصلت لكن ما هياش علاقة، يعني علاقة لا، هي ما وصلتش للمرحلة دي، ممكن تكون هفوة. لاني شايفة الطاقة كويسة جدا، الطاقة اسرة سعيدة. الناس اللي لسه ما ارتبطوش دي الطاقة ما بينهم انهم عايزين يبنوا عيلة جديدة. الشريك شايفك ازاي بتطلق احكام، قاعد وبتطلق احكام،
يعني بالراحة عليه شوية يا حمل، لأن واضح إن أنت تسرعت فعلا. أتمنى يكون كده. أنت شايفه إزاي؟ أنت شايفه حبيب، رجوع شخص حبيب يعني بتحبه، شخص عزيز عليك جدا، شخص قريب لقلبك، الطاقة حلوة اللي بيحصل دلوقتي، فرص جديدة، هنبتدي فرص جديدة، لعلي أكون سبب إنه السوء التفاهم أو الفهم الغلط اللي حصل عندكم ده نبتدي نصلحه. دي فرص جديدة دلوقتي، هنبتدي ندي فرص إن شاء الله لبعض وهتستغلوها كويس. وبصوا خبر حلو إزاي، اسمعوا خبر حلو، وفي شمس بتطلع، نجاح العلاقة بإذن الله ناجحة وفيها سعادة وفيها أمان وحاجة بسم الله ما شاء الله كويسة جدا. فهنعتبر لو كان حصل خطأ من شريكك يا حمل إنها حفوة، يعني عديها عديها، مش مقصود بيها خيانة، ومش مقصود بيها إنه يبعد عنك خالص. لا الشريك بيحبك 100% 100%. طيب تعالوا نشوف. اوكي تعالوا نشوف المجموعة التانية. وولاء بليز حبيبتي اختاري لنا بقى بنوتة النهاردة للقراءة الخاصة المجانية. بصي يا منة، ممكن تكون علاقة قديمة بس هي مشاعر جديدة بتحسوها لبعض، ممكن تكون قديمة، احتمال. ميرسي يا سحر، قوي قوي تسلميلي يا روحي، بإذن الله. ميك اب ارتست زوزو، كلامك صح قوي، بشكرك يا ام خالد. حاج محمد تسلميلي، بشكرك بإذن الله بإذن الله حبيبتي، كل الخير ان شاء الله ليكم. سنجل سارة، لو انت سنجل انا شايفة في علاقة جديدة للحمل الشهر ده، في شخص هيظهر ان شاء الله، او يعني في الفترة اللي جاية دي. بشكرك جدا يا وائل، شكرا شكرا يا سامي، ربنا يخليكي، روعة، ايه الكلام الحلو ده، تسلميلي. طيب يلا نشوف بقى المجموعة التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك حيرة جامدة يا حمل، حيرة من حاجتين، في حاجتين محيرينك مش حاجة واحدة، حاجتين. جميل جميل جدا. طيب the star، the star النجم، هي طاقة إيجابية كويسة، عندك طاقة إيجابية معقولة جدا، معقولة جدا، مش بطلة خالص. في بس عندك حيرة شوية، يعني انت محتار مش عارف تقف فين، يعني مش عارف تعمل ايه في نفسك. الحيرة دي تعبتك تعبتك، يعني تعبتك جسمانيا، حتى انهكتك، يعني ليه كده؟ لا عندك حيرة جامدة جدا. وممكن يكون حاجة تانية، انه انت عمال تبذل مجهود في حاجة ومركز فيها جامد جدا جدا جدا، اديها كل طاقتك، انما مفيش مردود، يعني مش بتلاقي المردود زي ما انت متخيل او زي ما انت عايز. مش عارفة الموضوع ده عمليا، يعني في حياتك العملية ولا في حياتك الأسرية ولا في حياتك العاطفية الحتة دي، لكن هي عاملة لك انهيار جامد في الحياة الشهر ده. في عندك انهيار برج، انهيار البرج ده انهيار لأسلوب أو انهيار لمعتقد، لإحساس معين أنت عايش بيه بقالك فترة، هينهار، هيبتدي ينهار.
يا اما هو هينهار لوحده يا اما انت اللي هتهده بايدك. يعني زي ما تقول انا حسيت انت بتقول ايه، محدش مقدر اللي انا بعمله، ومحدش يعني حتى بيقول لي كلمة شكرا، طب انا مش هعمل حاجة خالص، وهبطل تدي وهبطل تضحي وتبطل تعمل حاجات كتير من الحاجات دي. اهو ذا تاور، انهيار لشيء. زعلان، هو زعلان متضايق مستني حد يراضيك، منغمس في ذاتك. يمكن لما الناس يبتدوا يعني يحاولوا ان هما يرادوك او يخففوا عنك، انا شايفة ان دي تفريغ شحنة بقى، انا مش عارفة دي خناقة بقى حاطة، يبقى فيها حالة غضب ومشاكل كده وزعيق وحاجات. زي ما تقولوا انا شايف ان دي حاله تفريغ، ان انت بتفرغ الطاقه اللي جواك او الكلام اللي انت كنت مستحمله فتره طويله، هتبتدي تطلعه في الوقت ده وعشان ترتاح. هتبتدي تمسك قياده بقى، هتمسك قياده الامور، ودي افتكر انت هتمسك قياده حياتك بقى، انت اللي هتمشي حياتك بقى. انا يعني هيبقى في تغيير، لا في واضح ان هيحصل تغيير عندك في الحياه، في نمط حياتك جدا، انت اللي هتاخد الكنترول. وشايفة قدامي حيرة من أمر ما، بس أفتكر الحيرة دي تخص الحالة المادية، أنت عايز تعتمد على نفسك ماديا. لو الناس لو الناس اللي أنت متضايق منهم أو اللي حصلت المشاكل منهم دول، الناس دي أنت مرتبط بيهم ماديا أو حياتكم المادية مرتبطة ببعض، هتبتدي تبقى عايز تعتمد على نفسك ماديا علشان تبقى في غنى عنهم تماما. في هنا قدامي كمان Four of Wands، دي انا بقول ادي نفسك اجازه، دي اجازه انت هتطلع اجازه ان شاء الله، مش شرط ان احنا نسافر يعني نروح مكان، يعني زي ما انا عملت مثلا اديت لنفسي يوم الجمعه ده خلاص اجازه، اعمل فيه اللي انا عايزاه بقى، لا في شغل ولا في كلام ولا تليفونات، قفلت كل حاجه واجازه راحه ترتاح. كافئ نفسك بحاجه، اخرج مع صحابك او اخرجي مع صحابك، روح اشتري حاجه، كافئي نفسك، دي عملية احتفال وعملية إجازة. الناس اللي على وش خطوبة أو في مرحلة تعارف دلوقتي، الشكل فيه خطوبة، الكارت ده كمان معناه خطوبة. بعدها في مغامرة بقى، في إحساس بالمغامرة. ده الاتنين بقى، للمرتبطين أو الغير مرتبطين. افتكر الاجازه اللي انت هتعملها دي هتهديك يا حمل، انت محتاج الموضوع ده، انت سموك حمل لانك انت حمول، بتفضل تستحمل وتستحمل تستحمل لحد ما بتجيب اخرك اهو، بتهد بقى الدنيا، تروح هادد المعبد خالص، بس ده من كتر ما انت متشبع بالديسابوينتمنت، يعني من كتر الزعل، يعني خلاص بقى لو ما لقيتش تقدير او ابريشيشن من الناحيه الثانيه. زي ما قلت لكم الاجازه دي هترفع من روحك المعنويه جدا، كارت بقى الشمس تطلع، تبتدي بقى روح المعنويه تعلى كده، وعايز تعمل حاجات وتتحرك وتسافر وتغامر، وهتستعيد التوازن بتاعك ان شاء الله. نفس القراءة تنطبق على الناس اللي هيحصل عندهم خطوبة، هيبقوا حاسين ان هم في حالة مغامرة وفي حالة سعادة والدنيا مش سايعاهم. ان شاء الله ربنا يتمم لكم على الف خير. هنرخص قراءة المجموعة التانية بسرعة. الحمل في عنده حيرة شديدة جدا جدا، وحاسس ان هو عمال مدي مجهود جامد جدا في حاجة مفيش منها رجا، مفيش منها تقدير، فتعب جدا، الموضوع اثر عليه حتى جسمانيا، محتاج راحه. وبليز ارتاحوا يا حمل شويه، حاولوا تناموا شويه. هيقرر انهيار تقريبا، حاسه الانهيار ده انت اللي بتهده بايدك يا حمل، هتهد حاجه كانت قايمه لفتره طويله جدا، معاملتك مع الناس او اسلوبك معاهم، ويعني نمط حياتك هتبتدي هتهده وتبني مكانه حاجه تانيه خالص. زعلان ومنغمس في ذاتك، افتكر هيبتدي الناس يقربوا منك ويحاولوا يعني يصلحوك او يفهموا مالك، انت هيبقى ردك عنيف جدا وهيبقى فيه خناقات ومشاكل كتير قوي قوي، بس هتطلع لجواك، هتبتدي تمسك انت قيادة العربة. هتحتار شوية بين اختيارين شبه بعض شوية، بس الموضوع ده يخص الحالة المادية عندك.
عشان انت هتبقى عايز تاخد خطوات نحو ان انت تعتمد على نفسك ماديا. في خطوبة شايفاها للناس اللي في مرحلة تعارف دلوقتي بإذن الله ربنا يتمملكوا على خير، بعدها في مرحلة يعني تفاؤل ومغامرة وإحساس حلو جدا. بالنسبة للناس اللي مش مقبلين على الموضوع ده، أنت هتاخد أجازة وأنت تستحقها، خد أجازة شوية بريك إن شاء الله يوم واحد، افصل فيه عن الشغل وافصل فيه عن الناس وعن حتى عن الصحاب لو بتحب، بس اللي بيحب يقضي وقته مع صحابه والموضوع ده بيريحه نفسيا، بليز قضيه مع صحابك الصحاب اللي بجد يعني.